إن نينوى من حواضر الشرق المحدودة وفيها آثار كثيرة متنوعة من أماكن مقدسة كالجوامع والكنائس والمعابد، وفيها كثير من أعلام الفكر الإسلامي والمسيحي، ولم تزل آثارهم تنطق بمأثرهم. فمن الواجب على أبناء العراق أن يعرفوا تاريخ وحضارة هذه المدينة الجميلة العريقة المقدسة، فعلا إنها موطن الأديان. بل هو من أقدم الأماكن التاريخية والأثرية في العراق، ومن المزارات الدينية المقدسة للمسيحيين، وكذلك يأمه الطوائف والديانات الأخرى من المسلمين والأيزيدية. تبين مراحل بناء الدير منذ زمن سنحاريب ملك نمرود ونينوى، الذي أمر ببناء هذا الدير المقدس. Thank you.
أسسه القديس مار متى الناسك السرياني في غضون القرن الرابع الميلادي، وذلك في عام 363 ميلادية، وتعين أول رئيس عليه، وانضم إليه 4000 من الرهبان المتوحدين من نينوى وغيرها من بلاد العراق. لا نعلم التصميم الأول لهذا الدير، وبسبب الغزوات والكوارث التي ألمت به وانعدمت فيه الآثار الفنية واندرست النقوش والزخارف والباقي إلى يومنا هذا من أجزائه الجميلة والأصيلة، حيث عني القديس مار متى وبعض خلفائه بنشر الإنجيل بين الشعوب الوثنية واليهودية ما بين العام 380 و550 ميلادية، ومن جملة ذلك تنصير مار بهنام وأخته سارة. يقع دير مار متى على مسافة 35 كيلومتر شمال شرقي مدينة الموصل، حيث يجلس شامخا في صدر جبل مقلوب أو يسمى بجبل الألفاف، الذي يبلغ ارتفاعه 2100 قدم عن سطح البحر. يتم الوصول إليه بتسلق الجبل مشيا على الأقدام أو ركوبا على ظهر الخيل في طريق بين مرتفعين مرصوف بالحجارة في 32 استدارة، يتلوى يمنة ويسرى يقدر بكيلومتر تقريبا. أطلق عليه اسم الطابكي، وهي كلمة سريانية من طابيو أو طابيوتو، ومعناها المرتقى. يشرف على السهول والأودية وترى منه الموصل وقراها. أما اليوم فالصعود إلى هذا الدير بواسطة وسائط النقد، لأن المهتمين بقدسية هذا المكان قاموا بتسهيل الطريق الأفضل مما كان عليه سابقا. القديس مار متى، وأيضا الملك سنحاريب ملك النمرود ونينوى، على أثر أعجوبة إلهية باهرة اشترحها القديس مار متى في ابنة الملك سنحاريب ملك النمرود ونينوى، إذ شفاها من مرض البرص. وكذلك أيضا بعدئذ شفى الملك سنحاريب أيضا
من مرض عضال، وكان ذلك سنة 363 ميلادية، إذ بعد هذه الأعجوبة الباهرة أيضا تنصر الملك سنحاريب ملك النمرود ونينوى هو وجميع المملكة، وعلى أثر ذلك أمر ببناء هذا الدير الفخيم الذي تشاهدونه بهذا الشكل الرائع والبديع، وقد بني على عدة مراحل بدءا من الكنيسة والمذبح وقدس الأقداس وبيت القديسين إلى أن انتهى البناء منه سنة 381 ميلادية. أما القديس مارمتا فأصله من تركيا، من ديار بكر، من أعمال آمت، من قرية اسمها أبجرشاط، وهو من عائلة مسيحية سريانية أرثوذكسية ثرية وغنية، وكان له أخ اسمه زكريا وأختان الذين كانوا يسكنون فيه في عصره الذهبي الذي بلغ عددهم تقريبا 7,000 راهب، ولهذا سمي بجبل الألوف أو دير الألوف. وعندما جاءوا إلى هنا كان ما بين سنة 361 ميلادية و 363 ميلادية، واختار كل واحد منهم القديس مارمتا ورفاقه 24 راهب، كل واحد اختار صومعة صغيرة منقورة في الصخر يتعبدون مارمتا السنة والشيعة والجميع هذا، وجميعهم انه يجون ويلتجئون الى القديس مارمتا ويطلبون منه الشفاءات كلهم بحسب طلبه، اللي انه ما يجي لهم اولاد انه على ايمانهم ربنا يعطيهم، اللي عندهم مريض يشفى، اللي عندهم امور معقده انه تنحل، وكل انسان ياخذ مراده وانه مناله بحسب ايمانه، وليس لدينا نحن أي تفرقة، أي واحد يجي أهلا وسهلا، بيت الله مفتوح على مصراعيه لكل. رفاعة القديس مارمتا مدفونة، وكانت في البداية مدفونة تحت الاطرونس تحت المذبح، وثم أنه أصبحت مذبح فرفعوها ودفنوها أنه في الجهة الشمالية من الحائط، وعند التنقيبات أنه هذا ظهرت، والآن هي حاليا موجودة هاي رفاة القديس مارمتا تقريبا 12 عظم ما بين ضريح دير القديس مارمتا ومار زاكاي. هذه العظام هي عظام القديس مارمتا، لأنه لا يجوز وضع أي عظم من العظام أحد عادي أنه في المذبح إلا عظام قديس، فهذه أكبر دليل على أنه هي هذه رفاة القديس مارمتا فموجودة، وأنه بكل إكرام وتقدير واحترام. وبالنسبة لنا لا يوجد لدينا نحن أي تفرقة مطلقا، لأن الرب يسوع المسيح قال أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. فلا توجد أنه أي عقيدة أخرى تشبه العقيدة المسيحية في المحبة والسلام والتسامح والغفران تطبيقي. دير مارمتا كان له أنشطة منذ القدم، فكان مارمتا أنه رائد من رواد الرهبانية والذين يدعون إلى النسك والزهد والتقشف، وأيضا أنه كان الدير أنه مباءة للعلم والمعارف، وأيضا أنه صار مزار للتبرك والاستشفاء، وقد تخرج من هذا الدير عدة بطاركة ومفارنة ومطارنة ورهبان وقصوص وخوارنة وشمامسة إلى يومنا هذا. فكان فيه مدرسة لاهوتية عظيمة جدا، وأيضا في أيام أنه هذا سيادة المطران ليميس وأنه طيماثاوس يعقوب كان أيضا مدرسة كليريكية، وخرجت الكثير
من رجال الدين، ولا زال النشاط إلى يومنا هذا، ولا سيما حاليا في أيام سيادة حبرنا الجليل بارتي ماثاوس موسى عبد الله أحد الشماني. لدينا دير كهنوتي، دير كهنوتي منذ أن جاء أنه وافتتح هذا الدير، وتخرج منه عدة رهبان، أربع رهبان وقسين، ولا زال أنه الدير أنه يسير بالتداعي في هذا المضمار وهذا المجال، لأنه دير العلم والمعارف. هو احنا اللغة السريانية الفلسطينية لغة السيد المسيح له المجد والعذراء مريم والرسل، ولا زالت هي اللغة التخصية السائدة انه في ديرنا وفي كل الكنائس السريانية. هي السريانية الآرامية القديمة. بالنسبة لعلاقة الدير أبونا، علاقة الدير بالمنطقة اللي هو علاقة الدير علاقة الدير بأهل المنطقة هي علاقة جيدة ووطيدة جدا، لأنه الدير هو مثل ما قلت لك هو بيت الله، وأنه يجمع أنه عدد كثير من الناس، فشلون؟ ولهذا ينشد دائما الدير المحبة والسلام والألفة والاتفاق والتلاحم والتعاون ما بين كافة الشرائح الدينية والطوائف المذهبية الأخرى، لأنه دير المحبة والسلام والتسامح والخير والبركة. أبونا الآن المسؤول عن الدير، الآن مسؤول عن الدير هو سيادة المطران مارتي ماثاوس موسى أنه عبد الله أحد الشماني، هو رئيس الدير ومطران الدير ومطران الأبرشية ديوسوس. الزيارات لم تقل، الزيارات لم تقل، وبل إنما ازدادت وكثرت أكثر فأكثر، لأن الإنسان كل ما يشعر أنه في شدة في ضيق في محنة فيلتجئ إلى الأولياء وإلى الصالحين وإلى القديسين طالبا منهم أن ينشر الله تعالى الأمن والسلام والاستقرار والرحمة والشفقة في قلوب جميع الناس لكي يعيشوا بأمان وسلام واستقرار. أنا الأب الربان أدى خضر عبد الأحد القس من بهزاني. كهف الناقوت هو أكبر الكهوف وأكثرها سحرا وجمالا، يقع غرب الدير على مسافة 200 متر، وهو قسمان، القسم الخارجي ومساحته 10 في 15 متر، وصف بالحجار المعروف بالبازي تتوسطه بركة ماء، والقسم الداخلي مساحته 6 في 4 متر يتقطر الماء طوال السنة. تتجمع المياه في حوض صغير وتنساب إلى القسم الخارجي حيث تصب في بركة، ويقضي الزائرون فيه أوقاتا ممتعة في فصل الصيف.
الحلايب أو الصوامع في جبل الألفاف، وتضم المناطق المحيطة بالدير عددا من الصوامع الصخرية التي كان الرهبان المتمسكون يعيشون فيها، ويحرص المؤمنون الذين يزورون الدير على زيارة هذه الصوامع رغم صعوبة الوصول إليها، وذلك للتبارك والتأمل بحياة القديسين. يتلوى يمنة ويسرى يقدر بالكيلومتر تقريبا. الأديرة المسيحية بفضل قداسة الرهبان وتقواهم مزارا يأمه المؤمنون من جميع الأديان والطوائف، التماسا للشفاء وتباركا وسماعا لصوت كلمة الله. هذا لاحتوائه رفات القديس مار متى ورفات رفاقه وبعض القديسين، فأضحى مزارا منذ القرن الرابع الميلادي، وذلك تماشيا مع مسيرة هذا الراهب الذي تسلق هذا الجبل وأنشأ
ورفاقه بيت لله يتعبد به مئات المواطنين من سكان العراق والأقطار المحيطة. وفي الختام، إن من الصعوبة التي عاناها الإنسان ببناء هذا المكان المقدس هي محاولة لامتحان الذات، لأن يشارك الرهبان صلاتهم وطقوسهم طالبين الرحمة، أن يكون هذا المكان صعود الكلمة المتوسلة من أفواه الرجال والنساء، طالبا للمغفرة بغض النظر عن معتقداته الدينية.